ثائر، يمكن زي ما حضرتك تابعت معانا في الخبر ان المستشار الالماني اعلن توقف خط الغاز الروسي الاوروبي نورد ستريم 2، واعلن عن يعني شبه فشل المشروع. تعليق حضرتك على الموضوع ده ايه؟ هذا الموضوع في الواقع كان يعني مدرجا ضمن الاختيارات الألمانية لفرض العقوبات على روسيا، وكانت ألمانيا قد نبهت قبل أن تحشد روسيا قواتها إلى الحدود الأوكرانية أنها سوف توقف تعاملاتها مع الغاز الروسي الذي يمر في الواقع عبر خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو يعني يعتبر من أكبر الخطوط التي تزود أوروبا الغربية تحديدا ألمانيا والنمسا، يعني حيث تصل كميات الغاز المتدفقة بأكثر من 144 مليار متر مكعب، يعني يعادل حجم خط الغاز الذي يزود الصين، خط الغاز الروسي الذي يزود الصين عبر كازاخستان. الآن ألمانيا يبدو أنها أدركت جيدا البدائل والخيارات، وربما كانت تعمل عليها بديلا عن الغاز الروسي. فلو لم يكن شولتز المستشار الألماني متأكدا وواثقا من أن البديل سيكون أفضل من الغاز الروسي إذا ما ذهبت روسيا إلى خطوتها التصعيدية في الاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوغانسك في إقليم الدونباس شرق أوكرانيا وفصلهما عن الوطن الأم أوكرانيا، يعني لما كان قد ذهب باتجاه هذه التصريحات. طب من وجهة نظرك أستاذ ثائر، يعني هل نعم، يعني بعد صرف تكلفة خط الأنابيب 9 مليار و500 مليون، هل من الصواب أن بعد صرف كل المبالغ دي مش شايفه أنه قرار متسرع شوية من ألمانيا؟ أعتقد أن ألمانيا ليست متسرعة في هذا القرار الذي اتخذته اليوم تجاه خط الغاز الروسي، واتجاه أيضا تعاملاتها التجارية والاقتصادية مع روسيا، لأن البدائل التي يعني تتمتع بها ألمانيا فيما يخص الطاقة تحديدا تصلها كميات لا بأس بها من الغاز القطري، وكذلك أيضا لا بس هم يعني إلى الآن لم يصرحوا تصريح واضح عن مصادر الطاقة البديلة، يعني هم بيقولوا أنه في هناك تنوع، ولكن لم نرى في الحقيقة تصريحات واضحة ما هي مصادر الطاقة البديلة للغاز الروسي إلى الآن. يعني كما تعلم ألمانيا وأيضا شركائها في الاتحاد الأوروبي ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية لديهم استراتيجية بديلة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة عن الغاز الروسي، وبالتالي هم يعني يعملون على ذلك منذ سنوات من خلال تجميع مصادر الطاقة، أيضا من خلال تنويعها وليس حصرها فقط على الغاز. هناك مصادر لا شك أن ألمانيا وشركائها فرنسا وكذلك أيضا بريطانيا لو أنها خرجت من الاتحاد الأوروبي ودول صناعية أخرى في الاتحاد الأوروبي كإسبانيا وغيرها، نعم، يعني عملت على هذه المسألة منذ سنوات. وثم أن الغاز الذي يأتي من منطقة الخليج العربي وكذلك أيضا منطقة الشرق الأوسط الذي يشحن عبر البحر هو في الواقع يعني يسد احتياجات هذه الدول الصناعية الأوروبية، يعني لا يمكن أن نقول أنه يحقق عجز لدى هذه الدول، لكن الغاز الروسي كان الاعتماد عليه أكبر بسبب أن عمليات نقله أسهل بكثير لأنه بطريقة يمر مباشرة عبر يعني عبر الطرق أوكرانيا البرية، تمام، عبر أوكرانيا التي كانت تستفيد منه يعني سنويا 4 مليار يورو عائدات مرور الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر أوكرانيا. وبالتالي ربما الآن روسيا خسرت الكثير من هذه الامتيازات الاقتصادية عدا عن العقوبات التي فرضت اليوم على 5 مصارف روسية وعلى أكثر من 3 شخصيات روسية تعتبر من يعني عصب الحياة الاقتصادية في روسيا، أهم 3 شخصيات من كبار رجال الأعمال في روسيا. اليوم جميع تعاملاتهم التجارية في بريطانيا أو حتى في الاتحاد الأوروبي تم تجميدها،
وهناك أيضا حزمة عقوبات اقتصادية قادمة على الطريق. لكن كما قلت في الأمس وأكرر قول اليوم، أن خيارات الاتحاد الأوروبي لمواجهة روسيا فيما يتعلق بقرارها الأخير باعترافها بإقليم الدونباس وهاتين الجمهوريتين اللتين لم يعترف بهما أحد حتى الآن سوى روسيا وربما الدول التابعة لها، أن الخيارات الأوروبية اليوم هي فقط نحو المواجهة الاقتصادية وليس نحو أي نوع من المواجهات العسكرية التي يعني لا يفكر بها القادة الأوروبيون مطلقا. ولكن أستاذ ثائر، يمكن وزير الخارجية لافروف بيقلل من أهمية العقوبات وبيقول ما هو العقوبات بتفرض علينا كذا كذا، يعني هما مش الجانب الروسي لا مش عايل هم موضوع العقوبات الاقتصادية. يعني الروس بالطبيعي أنهم سوف يقللون من شأن هذه العقوبات وسوف يحاولون أن يظهرون أنفسهم للرأي العام الروسي وكذلك أيضا للرأي العام الدولي أنهم يعني غير متأثرين وأن الاقتصاد الروسي لن يتضرر، وهذه يعني بروباغندا إعلامية وسياسية تلجأ لها بعض الدول مثل روسيا والدول الشبيهة بروسيا حقيقة التي تحاول دائما التغطية على أي مسألة يعني تصيب عصب الاقتصاد في هذا البلد أو ذاك. لكن ربما أستنتج من كلام لافروف أن روسيا اليوم يعني تستند أكثر إلى الصين، ربما هذه الرسالة التي حاول سيرغي لافروف إيصالها إلى الأوروبيين أن الصين ستكون بديلا عن أوروبا فيما يتعلق بموضوع التعاملات الاقتصادية والتجارية التي تحتاجها روسيا مع جيرانها. طيب أنا مش عايز أثقل عليك يعني عشان أنت واقف في البرد، ويعني لينا لقاء في الأيام القادمة، لكن خليني أنتهز فرصة وجودك معايا وأسألك سؤالي الأخير وهو متعلق بالنسبة للنمسا والقرارات، يعني مصادر الغاز ده كنا يعني تكلمنا عنه. حلف الناتو النهاردة صرح على لسان سكرتيره العام ان روسيا سوف تقوم بسحب بدخول القوات الى اوكرانيا، يعني هتهاجم كمان اوكرانيا من الشرق. من وجهة نظرك حسب اطلاعك، هل ده ممكن يحصل ان يكون هناك حرب فعلا حرب كاملة من روسيا ضد أوكرانيا؟ روسيا يعني كما هو مصرح به من قبل وزير الدفاع الروسي وأيضا من قبل بوتين شخصيا أن القوات التي أمر بوتين بإرسالها بناء على قرار البرلمان الروسي الذي تم الذي صادق بالأمس القرار الرئاسي الذي أصدره بوتين فيما يتعلق بالاعتراف بهذين الإقليمين، أن القرار الروسي حتى اليوم الرسمي حتى اليوم هو يعني ينص على دخول القوات الروسية وإعادة انتشار القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية ضمن هذين الإقليمين اللذين تم الاعتراف بهما يوم أمس. عدا ذلك روسيا تقول أن لا نية لها بالتوسع أكثر باتجاه المدن الأوكرانية التي تقع يعني في غرب البلاد، وأنا أعني هنا مثلا مدينة كييف العاصمة أو حتى المدن الاستراتيجية والاقتصادية التي تقع جنوب أوكرانيا والتي تعتبر يعني العاصمة الاقتصادية لأوكرانيا، وأنا أعني هنا مدينة أوديسا. التصريحات الروسية استبعدت تمدد التوسع الروسي إلى مناطق أكثر، ولكن هذا بحد ذاته غير مضمون لأن روسيا اليوم ربما وضعت قدم لها في إقليم الدونباس ولا نعلم ما الذي تحضر له غدا. لكن ربما وفي ربع دقيقة ربما أن السيناريو الذي سارت به روسيا في الأمس واليوم هو نفس السيناريو الذي سارت فيه في عام 2014 عندما اقتطعت جزيرة القرم من أوكرانيا، ونفس السيناريو الذي سارت به في عام 2008 عندما اقتطعت إقليمين من جورجيا في عام 2008 واعترفت بدولة أوسيت بدولة أبخازيا كدولة يعني مستقلة عن جورجيا. اليوم السيناريو يتكرر فيما يتعلق بأوكرانيا. نعم، أشكرك أستاذ ثائر ومعذرة مرة أخرى على أن احنا أثقلنا عليك. في نهاية اللقاء شكرا لكم أيضا وتحياتي لكم. شكرا.
في نهاية